السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضرتكم. يعني الكثير من الطلبات جاءت حول كيف يمكن لنا يا شيخ أن نحسن تصوير القرآن الكريم. وتصوير القرآن الكريم، أنا كما قلت لك، من يريد أن يتعلم تحسين الصوت وتزيينه في تلاوة القرآن الكريم ينبغي أولا لكي يصور، لأن القرآن ما هو إلا تصوير، والمقامات الصوتية ما هي إلا أنك تستعملها من أجل وتطوعها من أجل تصوير القرآن الكريم وتصوير الآيات. آيات التشخيص، آيات العذاب تختلف عن آيات البشرى، تختلف عن آيات التهديد والوعيد وما إلى غير ذلك، تمام؟ والذين، ورسالة مني أيضا إلى من ينكرون ويجحدون ويقولون أن علم الموسيقى وعلم تستخدمونها بصورة في حرام بالمنكرات القرآن، العكس، العكس هو الذي حدث، بمعنى أن المقامات الصوتية مصدرها القرآن. والله يا إخوان منبعها القرآن. فإذا ضربت لك مثال لمن يريد أن يتعلم وأن يريد أن يوظف ويصور القرآن الكريم بصوته، بصوت عذب، إليك مثلا قصة سيدنا يوسف. تحكي هذه الآية: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هذه الجملة مكونة من 4 كلمات، سنقوم بتصويرها تصوير حصري باستعمال المقامات الصوتية. لا ترى أن القرآن الكريم كان مرتبا وكان منظما، وإنما استمدت المقامات الصوتية والمقامات الموسيقية من القرآن الكريم. فوجاءوا أباهم عشاء يبكون. تعلمون أن أخوة يوسف قد مكروا وزيفوا الحقائق وادعوا أن يوسف قد أكله الذئب. وجاءوا أباهم عشاء، قد سردوا قانونا لأنفسهم. وإذا سنستخدم هنا مقام العجم، وكما قلنا مقال العجم هو مقام القانون، لأنه يعني هناك أمور منفردة لا يمكن الاستغناء عنها، أو معنى أصح العجم نفسه يسمى المقام القانوني، قوانين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه القوانين. ثم انتقلوا بعد ذلك وجاء أباهم عشاء يبكون. إذا سأبدأ العجم ومعه الصبا، مقام الصبا هو مقام الشجن والحزن، وأختم بمقام السيكا، وستعلم فوق ستعلم لماذا استخدمت مقام السيكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم، بدأتها بالعشاء، وجاءوا أباهم عشاء، هذا مقام الصبا. جاءوا بوجه حزين على أبوه، على أخوه، عشاء يبكون. قفلت يا سيكا. هنا بقى القرآن فضحهم، والقارئ الذي يقرأ القرآن إذا فعل هذه الضوابط سيجعل من يستمع إليه يدرك أنه فاهم للقرآن. ولذلك قبل أن لمن يريدون التصوير، إن الآيات القرآنية لا تبدأ تقرأ آية بمقام معين إلا وتفهمها، إلا وهذا هو شرط أساسي. أنا عندما أسمع إلى القرآن، ولماذا يعني تميز المنشاوي وتميز الشيخ مصطفى إسماعيل يفهمون ما يقرؤون؟ يعني هل سيأخذ منك وقتا كثيرا إذا قمت بقراءة يعني غريب القرآن في بعض في تفسير معاني القرآن، تفهم حتى معاني القرآن؟ فهذه الحلقة خلاصتها أننا جمعنا بين 3 مقامات معا: مقام العجم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وختمت بسيك.
يبقى الصبا مع مقام السيكا يسمى مقام البستنكار. البستنكار. مثال آخر مقام البستنكار مثلا: محمد مثلا إيه، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. يعني هذا معنى آخر بصورة أخرى، واستعملت نفس تركيبة المقام، لأن المقام يحمل أكثر من معنى. آية الصبا ومقام الصبا والتحزين، هناك أنواع من التحزين قد تحدثنا عنها في حلقة كاملة. هذا كل ما لدينا الآن، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإليه تعليق في أسفل في الكومنتات، ولا تنسوا المشاركة.